جامع يا صاحبي؟ لا والله مش شغال. جامع لو سمحت. اتفضل يا جميل. محجوز اركب ورا. ولازم ابقى اسم ابتسام عشان اركب قدام ولا ايه؟ بالظبط كده. فاضل كام واحد يا جدعان؟ جامع 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 الموقف جه صاحبي واحد واحد. اه يا اسطى واحد. فين يا اسطى العربيه فاضيه؟ اطلع بس هنمشي على طول. يا اسطى مستني ايه بقالك ساعة؟ هتكملوا العربية واطلع؟ ماشي يا بطلع. طب خلينا على نور كده قبل ما نتحرك، الأجرة 13 جنيه. ليه يا ريس؟ ما انا بدفع 10 جنيه على طول. انزلي واركبي اللي بتدفع معاها 10. ما هو مفيش غيرك في الموقف. خلاص يبقى تركبي وانت ساكت. على فكرة انت رجلك في ضهري. ها؟ أنا آسف يا حبيبي أخوك. حاسب يا اسطى. أنا هروح أفول يا رجالة. على فكرة البنت دي جامدة، مش معاك رقمها؟ مين دي؟ صاحبتك دي. وانت بتبص على التليفون ليه؟ هي جت معايا كده. وزينه كام بقى؟ على اساس اللي انا مش شايف. على جنب يا اسطى. نازل؟ لا عايزك في موضوع. صباح الخير يا ام احمد. واحد من 100. واحد من 50 يا اسطى. واحد من 200 يا حبيب اخوك. ايه ده مفيش فكة؟ بقول لك يا حسين مش معاك فكة 1000. تعال كده فاضل 3 ما دفعوش يا شباب. 3 مين يا اسطى؟ احنا كلنا 3 ولسه دافعين. هو حد وجه لك كلام؟ فاضل 3 غيركم. على جنب لو سمحت. على جنب بعد اذنك. حد نازل يعني ولا عايزين تقفوا ليه؟ ايوه انا نازله. طب ما تقولي. على فكره يا ست هتنبع. وانا هرجع ده كله ازاي بقى؟ بقول لك ايه، ما تجيب سجار. بعد اذن الرجاله ما حدش يولع سجار في العربيه. معلش اقفل الشباك عشان الهوا. افتحه تاني بقى. انا شفتك فين قبل كده؟ ثواني بس يا رجاله هجيب شاي. دقيقه بس اسلم على واحد صاحبي. دقيقه واحده بس اجيب زبون. تعال. بقول لك ايه، ممكن دقيقه؟ اتفضل. ده رقم لما تروحي بتمنين عليك. وصلنا يا جماعه الحمد لله بالسلام. واحنا فين كده يا ريس؟ عند المحط. بس انا قبل ما اركب قلت لك الجامع. ماشي لو عايزك كملي اجره تانيه. لا شكرا. جامعه جامعه الصدناوي، محطه جامعه موقف جامعه جامعه الصدناوي.